هناك كانت العائلة ليس لديهم علم بقدومنا. دخلنا عليهم مباشرة وتفاجأوا بجيتنا، وفعلا شاهدنا مثل ما قالوا أهل المنطقة، راح تلقون الطفلة مقيدة في عتبة الباب. ليش منو قافلك؟ وين المفتاح؟ من قفلك؟ منو قافلك؟ فعلا وللأسف شاهدنا الطفلة مقيدة، والطفلة مقيدة لا أكل ولا شرب، وكانت تناديهم حتى يجابوها ويجيبون لها مي تشرب. كانت مقيدة حسب ما قالوا انه مقيدة من الصبح، واحنا دخلنا لهم تقريبا الساعة 7 العصر. شلون الصحة؟ الحمد لله. شو سري من الطفلة؟ هذه مرت ابوها، يعني بنتي. مرت ابوها قلتي انت؟ يعني بنتي. اي غير انا مربيتها. اي بالاخير قلتي بنتي، بس بالبداية مرت ابوها. اي طيب ابوها وين؟ أبوها مفقود صار له 10 سنوات. واللي عنده عنده بس هالطفلة هذه؟ لا هم هذولي. من أولادك أنت؟ عندك أولاد من؟ إيه عندي ثلاثة. من هم ثلاثة؟ إي هذا ولد وبنية وجتين خالتين. طيب ومن ذيك المرة ايش قد عنده؟ ذيك اثنين. عنده اثنين، حوراء وآمال. وآمال يعني أنا مربياتهن بالقمار. طيب انتي امهم باعتبار؟ اي ما لقيت كان اعتبار. ليش ليش تربطيها هاي؟ بس انا اربطها لين تشرد، لا جواري كلها تعرفها. وليش تردين تنطيها؟ اعطيها على مود امن عليها. طيب وليش ما تعطينا اولادك؟ اولادي ما يشردون غير ما يشردون. يعني اولادك لين ما يشردون ما تنطيهم؟ اي انا لو ما تشرد ما اعطيها لين تشرد. وليش تشردين انتي؟ أقول له والله أسأل جواري نايمة بشارع أضحى. ليش الشردين أنت حبيبي؟ ضربيها؟ إذا سوي شي غلط أقتله. وبهذا البوري؟ لا وش مأموداني؟ لا أنا ما أكتب بالبوري. قبل شوي قلتي لي. لا ما قلت لك بالبوري والله. ايه ما قلت لك. قلتي لي حتى هذا قلت له. إي أنا هذا إذا يسوي كهكذا. بالبوري هذا معقش كله على ظهرهم. لا لا شو تسوي؟ هو هذا لقيته من ساعة لقيته بالشارع.